اليوم الهيئة المؤقتة اللي دزوها ما صار لها شهرين. احنا عندنا قانون يقول من تريد ترشح على الهيئة الإدارية يكون يمضي عليك سنة بالنادي. الهيئة الإدارية رشحت ما صار لها شهرين. يعني تصورك واحد رشح اجى بيوم الانتخابات. ما اعرف يعني صياغة القانون سختوها وحدكم، اكو واحد مدني مثلا موهمكم قايلكم يابا امشوا على هاي الطريقة حتى نفتهم. قانون صريح قاعد يقول لك انت ما ترشح له يدور عليك سنة كاملة. زين انتم صار لكم ثلاث اشهر او شهرين مو ثلاث اشهر، شهرين صار لكم. شلون رشحتوا؟ علي اي قانون استندتوا؟ ما نعرف. اكو واحد وهمكم، اكو واحد سندكم، اكو واحد قال لكم احنا نمشي لكم وياها. ما نعرف. هسه انت هاي واحد هذا خرق من هاي الخروقات اللي موجوده اللي سجلناها. اثنين الهيئه العامه شنو مثلا نقصتوا الهيئه العامه؟ على اي بنت؟ على اي قانون؟ منو اعطاكم الحقين تطيرون غير اللجنه الاولمبيه 542 نفر هيئه عامه ما موجود، ليش؟ ومن ال 542 مدربين لاعبين. هاي وحده. ثلاثه انا عضو هيئه المؤقته، انا عضو هيئه اداري ومن سر سابق اسمي ما موجود بالهيئه العامه. شو طلعته؟ شو تقول لي؟ ليش ما موجود؟ لا شو تقول لي؟ تقول لي ما دافع بدل الاشتراك؟ لو شو تقول لي؟ والله سوينا اجتماع انت ما موجود؟ شنو السبب؟ ما يمشي. ليش بعدوكم حيدر؟ لان يعرفون انا بالنسبه لي رجال ابو حق وابو قانون وامشي على القانون. زين انتم اليوم ضد هاي الضباط والقاده؟ نعم. ما تخافون على اسمائكم، على مناصبكم، على مكاناتكم؟ بس استاذ نبيل يا حيدر جزاك الله خير. خلينا نجاوب على مرصد مرصد الكابتن. احنا بالنسبه لنا تعرف احنا ناس رياضيين. بالمناسبة أنا يعني والدي إبراهيم شنيش لاعب نادي الجيش لاعب منتخب العسكري وأنا رياضي بالرياضي. إحنا جينا نخدم المؤسسة العسكرية باختصاصنا كرياضة والحمد لله وشكر خدمنا النادي كرياضة وبعدين ردنا نخدمه كإدارة. تمام. اليوم إحنا ناس نمشي على الحق ونمشي بالقانون. ما نخاف بس من الله خلقنا. تمام. ما دام أكو قانون وأكو حق ما نخاف. أنا اليوم يقول عندنا مثل المفلس بالقافله امين، فالحمد لله والشكر لم خلينا بجيبنا احنا نطي من جيوبنا فنحكي نواجه اي واحد اكبر واحد نواجهه. والدليل باح انا محكمه التسويه انا اشتكيت على الهيئه الاداريه اللي صارت واكو خروقات سجلت الخروقات كلها والحمد لله والشكر. يعني الناس من شافت الخروقات يعني ما حد اتصل بيك يوم امس من تنزلت منشور؟ ايه ما حدا اتصل بيك؟ ما صارت ضغوطات عليك؟ ما قالوا لك ليش اشتكيت؟ يعني ما يقدرون يقولوا اشتكيت. ما حد يقدر يقول تكسب القضيه؟ طبعا نكسبها بقوه الله نكسبها لان هي واضحه وصريحه القضيه. انتم هيئه مؤقته شلون ترشحتوا؟ ما يحق لكم. هيئه عامه بالكتب الرسميه 705 شلون سويتوها 184؟ البحر ما يعتبر معابر السنه معابر السنه داخل. تمام دخل.